فيينا شتات، فيينا سيتي، مدينة فيينا، سيشتات، بحيرة سيشتات الجميلة الاصطناعية طبعا، من عجائب الإنسان. يحيط بها مجمعات سكنية عبارة عن أبراج شاهقة ما شاء الله. الآن سوف أريكم الأجواء المسائية للبحيرة. من أجمل البحيرات للسباحة في مدينة فيينا، حيث الأرض تم اقتلاع الأعشاب لتتلائم مع السباحة. الأرضية الخشب والمقاعد الخشب على الأطراف، يعني مكان جميل صراحة للاستجمام أو التشمس في الشمس. أنا أتيت متأخرا عن القصد، المرة الأخرى إن شاء الله التالية سنصور في الأجواء النهارية. العادة تكون مكتظة، لكن كما تشاهدون أجواء هادئة نوعا ما، الطقس جميل. العلم الصهيوني أجواء الغروب كانت أسطورية، للأسف ما استطعت أني أصورها، تعطل القطار نقطة ما واضطريت للمشي بعدها أخذ باص، يعني ضيعت كتير من الوقت سبحان الله. كما تشاهدون المقاعد على الأطراف، لون الماء، صفاء الماء عالمي صراحة مع الطقس، لكن يوجد هواء. أعتقد أن الطقس ملائم للسباحة في الوقت الحالي. كانت شمس اليوم، الشمس جميلة للغاية ما شاء الله، يعني كان الطقس مناسب للسباحة. أتوقع كان مقتص في النهار كالعادة طبعا، حتى في الشتاء، لكن هذا المكان بارد للغاية في الشتاء، لا أنصح أحد بالقدوم إليه. درجة الحرارة متدنية تحت الصفر، سالب 4 إلى سالب 8. هناك في الأعلى مترو الأنفاق الأوفان وسفاي سيشتات، اسم المحطة الشتاتيون. هاي مجمعات سكنية محيطة بالبحيرة. البحيرة اصطناعية تتدفق مياهها من أحد مجاري نهر، اللهم صل على النبي، نهر الدانوب. ويوجد سد يحافظ على منسوب المياه هناك وفي المكان الآخر، سدين. هنا على الضفة الأخرى من البحيرة كما تشاهدون، البحيرة كبيرة ما شاء الله، يعني ليست صغيرة. ما زال هناك طريق نحو اليمين، من هنا أعمق مكان نقفز من هنا. نحن في العادة نتدلى ونقفز، ارتفاع 2 متر 3 وعمق الماء هنا 3 إلى 4 أمتار، يعني مكان جميل للسباحة للأمانة.
يعني متدرج، يعني عند الضفاف يكون من نصف متر إلى متر، يعني مناسب للأطفال نوعا ما وللكبار حتى. كان هذا المكان مفتوحا حتى النهاية، لكن يبدو بأنهم أغلقوه لأسباب ما، إصلاحات أو ما إلى ذلك، لا أدري، لكن لا بأس نقربكم أكثر. ترى هذه الضفة هناك عند المناطق السكنية يوجد كافيهات ومقاهي.